خلينا نتكلم عن العاصمة الإدارية الأول وبعدين نشوف التطور بتاعنا. دي كده المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 41,000 فدان. في طبعا مرحلة تانية ومرحلة تالتة بتكمل 170,000 فدان. بلاقي عندي محاور رئيسية للعاصمة الإدارية، ده كده طريق السويس، هنا طريق القطامية العين السخنة، وعندي 2 دائري بيقطعوا العاصمة بالعرض، ده دائري إقليمي بيلف كل المحافظات، وده الدائري الأوسطي العادي. في مدخلين لو احنا داخلين من التجمع، التجمع هنا هندخل العاصمة الإدارية من محور محمد بن زايد اللي هو ده، وأول ما بدخل العاصمة الإدارية هنا بلاقي المحور اتقسم 2، محمد بن زايد شمالي اللي هو لونه أصفر ده مكمل معايا بطول العاصمة الإدارية كلها، ومحمد بن زايد الجنوبي الأصفر التاني اللي تحته أهو، وما بينهم منطقة النهر الأخضر. النهر الأخضر ده بطول 35 كيلو في الـ3 مراحل و10 كيلو في المرحلة الأولى. من اكتر الاماكن البوتنشال في العاصمه الاداريه كلها منطقه الداون تاون اللي هي هنا، ومنطقه السي بي دي. طب ايه الحاجات اللي طلعت والحاجات اللي ما طلعتش في العاصمه الاداريه؟ ولو انا مش داخل من التجمع ممكن ادخل منين؟ ممكن ادخل من هنا من طريق السويس، ده المدخل الرئيسي من للعاصمه من طريق السويس. بدخل بتبقى على ايدي اليمين مدينتي، وهنا في كومباوند اسمه سراي بيدخلني على طول على منطقه الاعمال المركزيه اللي هي هنا، اللي هي لونها زي الازرق ده واللون ده التاني الازرق. مين دول؟ عقاراتي. عملت ايه؟ ادت القطع دول في 2016 كلهم لهيئه المجتمعات العمرانيه عشان تطلعهم بالكامل، وجت هنا في الحي الحكومي جمعت لنا كل الوزارات افريج 38 وزاره. بلاقي عندي بقى وزاره التعليم العالي، وزاره الري، وزاره الاسكان، كل الكلام ده طالع وريدي تو موف. وبالفعل وزير الكهرباء اتحرك من شهرين هو ومجموعه من الخليه بتاعته، وبداوا يستلموا المكاتب بتاعتهم. وهنا بقى ساحه الشعب، هنا الحي المالي، في البنك المركزي، وفي مجمع البنوك، وفي كل البنوك، بنك اهلي، سي اي بي، كريدي اجريكول، كل البنوك هنا طالعه. وفعلا بالفعل بدأ تشغيل بعض البنوك زي البنك الأهلي، والكلام ده أعلن عنه من حوالي 10 أيام. هنا بلاقي عندي الأوبرا، وهنا الإكس 7 دي محطة تبادلية. محطة تبادلية لإيه؟ لكل وسائل المواصلات اللي موجودة في العاصمة. يعني مثلا في وسيلة بتنقل الناس منه إلى العاصمة اللي هي المونوريل. المونوريل ده بتجمع ما بين شرق القاهرة وغرب القاهرة، الناس اللي قاعدين في أكتوبر، في مهندسين الحتت دي، والناس اللي قاعدين في مدينة نصر في التجمع، كل ده بيصب على العاصمه الاداريه سواء في الاكس 7 او سواء هنا في المحطه في منطقه الاعمال المركزيه. بلاقي هنا برضو تجمع للقطر. القطر ده فيه نوعين من القطر، قطر بيربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عشان فيه كونستراكشنز في الجلاله، وفيه كونستراكشنز برضو في العلمين، فعايز كل الكلام ده يصب على العاصمه الاداريه. وقطر تاني بيربط ما بين المدن الجديده زي عبور، مستقبل، العاشر من رمضان، المدن دي كلها، وبيصب هنا. غير طبعا الاتوبيسات التردديه اللي هي ال ار تي. فبلاقي ان المنطقه دي كلها بتاعت العاصمه الاداريه او المرحله الاولى، نسبه الكونستراكشنز اللي موجوده فيها نسبه عاليه جدا، يعني بنتكلم في حوالي 70% كاجمالي كونستراكشنز. طب الحي ده فيه ايه؟ الحي ده الحي الدبلوماسي، اتجمع فيه كل السفارات اللي موجوده في مصر، بدل ما كل سفاره في حته زي مثلا سفاره تركيا في الدقي، سفاره الامارات في مدينه نصر، لا كلهم هنا موجودين. دعم الكلام ده كله طبعا بان اتعمل مطار دولي زي المطار اللي موجود في شيراتون وتجرب عليه اكتر من رحله. الدعم موجوده بمنطقه جنب منطقه الرئاسه، هنا قصر الريس طالع وخلصان وجنبه مجموعه قصور. طب ليه منطقة السي بي دي من أكتر الأماكن البوتنشال في العاصمة الإدارية؟ عشان بلاقيها بتجمع أكتر من محور رئيسي بيوصلوا لها، زي ده أهو الأسود، ده دائري إقليمي جايب الناس كلها من كل المحافظات حوالين مصر كلها. اللي لونه أحمر ده مدخل رئيسي اللي هو محور الأمل من طريق السويس للعاصمة الإدارية. ده عمود فقري اللي هو لونه الأصفر، محور محمد بن زايد الشمالي، عمود فقري للعاصمة الإدارية بيجيب الناس من أول عاصمة لآخرها، وابن زايد الجنوبي التاني. فبلاقي عندي الاربع محاور دول غير وسائل المواصلات. النقط الحمراء اللي ماشيه متوازيه مع الخط الاصفر اللي فوق اللي هو محور محمد ابن زايد، ده خط سير المونوريل. غير كده ان في محطه قطر هنا، غير كده ان خط سير القطر اهو اللي لونه بني. فاي حد عايز يوصل للعاصمه من اي طريق باي وسيله مواصلات هيقدر يوصل لها، ويعمل يعمل سبوت على المنطقه دي اللي هي منطقه الاعمال المركزيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، منطقة الأعمال المركزية فيها أهم معلم في العاصمة الإدارية كلها اللي هو إيه؟ اللي هو الأيكونيك تاور. الأيكونيك تاور أو البرج الأيقوني ده أعلى قمة في أفريقيا كلها، بيتماركت ليه بشكل عالمي إن هو أعلى قمة في أفريقيا كلها.
فنوي ان اي حد ينزل العاصمه من غير ما يجي هنا. اهميته من اهميه برج خليفه مثلا في دبي، من اهميه برج بيزا المائل مثلا في ايطاليا، ده اللاند مارك بتاع مصر كلها وبتاع العاصمه الاداريه. وحواليه مجموعه ابراج حوالي 20 برج بتنفذهم الشركه الصينيه هنا في مصر. طب الكلام ده واصل كونستراكشنز لحد فين؟ لا الكلام ده خلصان، الخرسانات بتاعته وقاطعين شوط كبير جدا في الواجهات، وهنشوف دلوقتي صور برضو للحاجات دي كلها. ايست تاور فين بقى من منطقه الاعمال المركزيه او فين من البرج الايقوني؟ قدامه على طول، ممكن نشوف دلوقتي فيديو بيوضح لنا اللوكيشن بتاع ايست تاور. هو متصور من 3 شهور، بس خلينا برضو نشوف. هنيجي كده، ده محور محمد بن زايد، ده البرج الايقوني، زاويه مفتوحه وفيو مفتوحه البرج الايقوني وحواليه باقي الابراج. دي اهو القطعه بتاعت ايست تاور، فيو مفتوح على البرج الايقوني وحواليه باقي الابراج. طيب فين القطعه بتاعت ايست تاور CN08؟ القطعه دي واخده 4 نواصي على 4 شوارع رئيسيه. اول شارع ده محمد بن زايد بعرض 125 متر، ده المدخل الرئيسي للسي بي دي، طريق بيمشي منه العربيات عرضه 85 متر، ده كمان محور مركزي جايب الناس من اول سي بي دي لاخرهم، طريق برضو بيمشي منه العربيات. هنا ده الممشى السياحي، الممشى الوحيد اللي الناس تقدر تتمشى عليه وتتصور وتحضر الفيستيفال اللي احنا عاملينها على البلازا الخارجيه، لان احنا عندنا بلازا خارجيه جنب ده وبلازا داخليه هنا جوه التاور، وهنشوفها برضو في ديزاين مع بعض. وبنعمل على البلازا الخارجيه دايما شو كل اسبوع، بيتعمل فيه ناس بتغني، باند كاريوكي، حد بيعزف، غير ان موجود فيه وورلد ووك. الوورلد ووك واخد حرف ال هنا كده، ده ال كده وده ال كده، بيجمع ما بين 5 حضارات، وهنشوف الكلام ده كله برضو دلوقتي لما نشوف التاور. طيب ده شكل التاور بتاعنا اللي هو ايست تاور. ايست تاور معمول على مساحه حوالي 11,000 متر، 43 دور، في 5 ادوار باركينج اندر جراوند على مساحه الارض كلها. طبعا متقسم ازاي؟ متقسم تجاري واداري وطبي وفندقي. في 3 ادوار تجاري، دور ارضي واول وتاني، من الدور التالت لحد الدور ال24 بيكون عندي الاداري، والفندقي ال25 وال26، والطبي الدور العاشر. طيب ايه الخدمات اللي موجودة في ايست تاور ومين الاستشاريين اللي اشتغلوا على المشروع؟ اول حاجة الاستشاري العام للبروجكت استشاري البرج الايقوني اللي هو المهندس سامح جعوان والمهندس محمد يحيى، دول داخلين بشغل الستيل كونسلتنت معانا. غير كده ان معاهم فيرنر سوبك، ده برضو استشاري عام. فيرنر سوبك من اتقل الشركات اللي موجودة في العالم كله. طب عملت ايه قبل كده؟ ممكن نشوف سابقة اعمالها سريعا. بلاقيها عاملة اهو سنترال بانك اوف ايراك اللي هو ده، بلاقيها عاملة متحف مرسيدس جميل جدا وشكله رائع والديزاين بتاعه فوق الوصف اللي هو ده. كل ما بدخل على اي بروجكت انا عايزه بشوف كل حاجة عنه. بلاقيها عاملة مثلا المتحف الوطني في قطر، بلاقيها عاملة حاجات تانية كتير جدا زي برج الوصل في الامارات اهو، وهبعت لكم البيج برضو بصوا عليها. في طبعا استشاري وجهات واستشاري الكتروميكانيكال واستشاري اضاءات، ممكن ندخل برضو نبص سريعا كده عليهم. يعني ده مثلا استشاري الاضاءات، استشاري الاضاءات مين الكلاينتس بتوعه او شغال مع مين، تلاقيه شغال مع هيلتون، شغال مع جوميرا، شغال مع الفوتيم اهو، شغال مع مانشستر، ادي الفوتيم وادي مانشستر وادي نايك، هلاقي كل البراندز التقيلة اللي معروفة شغال معاها، فده ما بنديش مع اي حد كده وخلاص، فده اضافة كبيرة جدا للبروجكت. طب عمل ايه قبل كده او ايه المشاريع اللي معاه؟ لو دخلنا برضو شفنا البيج بتاعته هنلاقي كل المشاريع اللي عاملها سواء في مصر او برا مصر، زي مثلا شغل الاضاءات ده في فيستيفال بلازا في دبي. اهو ده المسؤول او دي الشركة المسؤولة عن شغل الاضاءات في ايست تاور، لان ايست تاور معمول فيه خاصية اسمها 3D mapping. 3D mapping دي بتخلي الواجهات كلها بتاعت البرج نقدر نكتب عليها هابي نيو يير مثلا، نقدر نعمل اعلان لبراند معين جوتشي او ايا يكن، زي ما اعمار كل شوية بتكتب اعمار على برج خليفة، نفس الكونسبت. نيجي بعد كده على الواجهات، دي الشركة بتاعت الواجهات، اغلب شغلها برضو هلاقيه في دبي وهلاقيه مع اعمار، ودي البيج بتاعتها.
اهو يعني حاجة زي دول مثلا، البرجين دول لو دخلنا عليهم دول عاملاهم اعمار. ممكن برضو ندخل على باقي البروجكتس الموجودة في البي دي اف اللي بعتناه نتفرج عليه. طب مين اللي هينفذ كل الكلام ده؟ اقوى شركة نفذت الكونسبت ده مليون مرة ونفذت ابراج كتير جدا سواء جوه مصر او بره مصر، شركة درة او شركة سي اي سي سي ار سي. ده الويب سايت بتاعها يعني، مثلا عاملة الابراج دي اهي، هتلاقيها برضو عاملة ابراج في العالمين، عاملة البرج ده في ابراج برضو معمولة في العالمين، وابراج معمولة في منطقة الاعمال المركزية نفسها، كل دي سابقة اعمالها. يعني لو طلعنا كده فوق شوية هنلاقي ادي ذا جيت تاورز، دي ابراج العالمين اللي كنا بنتكلم عليها. ولو طلعنا لفوق كده سي 11 وسي 12، دول برجين في منطقه الاعمال المركزيه. بالنسبه بقى لاغلب الناس اللي بيبقوا داخلين على العاصمه الاداريه او اللي بيشتروا عقارات هم انفستورز، ففي لازم جدا يكون موجود شركه اداره من اكتر الحاجات المهمه. مين شركه الاداره اللي موجوده معانا في تاور؟ شركه نماء. شركه نماء بقى لها 70 سنه في السوق، هتبقى ماسكه كل الشغل بتاع السوفت سيرفيس زي التنظيف، والهارد سيرفيس زي الاتش فاك مثلا، وطبعا طبعا السكيورتي، وبتقدم خدمتين مهمين جدا. خدمه ايه؟ الاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت. فاسيلتي مانجمنت والاوبريشن مانجمنت، الفاسيلتي تقدر تقدمه من دلوقتي انها توزع الخدمات طبعا بالتنسيق مع الاستشاري العام. تقول لنا هنا مثلا البلازا دي هيكون موجود فيها ايه، البلازا الثانيه في كام اسانسير، انا محتاجه كام ميتنج روم في الدور، الكلام ده كله. الاوبريشن ده انها تبدا تسكن البراندز اللي موجوده معاها وتبدا تاجر لهم. طب مين البراندز الموجودين معاها؟ مجموعه براندز تقال جدا جدا جدا. يعني لو بصيت مثلا على شركه جونسون اند جونسون، من اكبر 10 شركات ادويه موجوده في العالم. لو بصيت مثلا على شركه زي اكسا، شركه زي نسلا، زي بالم هيلز، وهلاقي برضو في البي دي اف ده كل الشركات الكبيره اللي هي ماسكاها في التجمع الخامس بصورها، بالمباني عامله ازاي. طب ده هيرفلكت عليا انا في ايه؟ هيرفلكت عليا ان انا النهارده عايزه اجر، فشركه نماء دي بتجيب المستاجرين دول اللي هم البراندز اللي موجودين معاها ياجروا. والله شركه زي اكسا محتاجه مثلا 2000 متر، فانا بوفر لها ال 2000 متر دول، محتاجه 500 متر، فانا برضو. خلينا نشوف بقى من اول فلور بلان فين المداخل وفين الاسانسيرات وايه اللي بيخدم على التاور وايه خدماته كلها. بلاقي عندي اكتر من مدخل، 3 مداخل. هنا ده مدخل من على محور محمد بن زايد الشمالي، المحور هنا كده، والنهر الاخضر. النهر الاخضر ده برضو من الحاجات اللاند ماركس في العاصمه الاداريه كلها عباره عن سلسله جاردنز مفتوحه زي سنترال بارك، زي حديقه الحيوان، زي حديقه التراث والفنون، كلها ليكس وتراكس الجالي والمتغطيه بالواي فاي. بلاقي بقى من هنا عندي المدخل الثاني للتاور من على المدخل الرئيسي للسي بي دي، وهنا المدخل الثالث برضو للتاور من على المحور المركزي للسي بي دي. الاسانسيرات هنا جنب المداخل، وهنا وهنا متوزعه المداخل كلها. افريج 14 اسانسير في التاور، وبلاقي عندي السلالم الكهرباء اهم متوزعين برضو على التاور، حوالي 4 سلالم، وفي سلالم عاديه اللي هي 8 سلالم. طب انا دخلت من هنا كل الارضي دار ما يدور كده، كافيهات وريستورون والبنوك، ومعاها في حاجات طبعا معاها اوت دورز، وهنا كل ده برضو كافيهات وريستورون والمساحات الخارجيه بتاعتها هنا جوه على البلازا الداخليه. الورلد ووك اللي كنا بنتكلم عليه واخد حرف ال ال ده، واخد حرف ال ال ده. البلازا الداخليه دي على مساحه 2000 متر، البلازا الخارجيه اللي هنا على مساحه 4205 متر. الخدمات اللي بتتعمل فيها موجود هنا اكواريوم زي اللي موجوده في مول دبي، وبشكل متطور اكتر. بمعنى ايه؟ ممكن نشوفها في البروشور ده. الاكواريوم عباره عن تانل الناس بيدخلوا فيها بيتصوروا مع الاسماك، الاطفال الكبار يقطعوا تيكت، الكلام ده كله. عايزين بس نشوف شكلها، ده شكل توضيحي ليها. وبلاقي برضو في البلازا بعد الاكواريوم في الجنب ده حتى دي كده بالظبط ووتر فولز زي اللي كانت معموله في الاكسبو بتاع دبي. ممكن نشوف برضو شكل تصويري ليها بسرعه اهو، تبقى بالمنظر ده. وبلاقي برضو معمول في البلازا الداخليه مدينه تلك،
مدينة تلج فيها لوكابس على شكل اللي هو الراجل بتاع التلج، فيها الحاجات الألعاب بتاعة التلج، الناس تلبس السود بتاعتها تدخل تتصور مع الكلام ده كله أهو، ده تصور ليها. وفي سكيتنج برضو. اللي فوق ده تصور لخاصية ال 3D مابن اللي هي بتقلب الواجهات كلها لشاشات نقدر نرسم عليها. طب دي البلازا الداخلية. البلازا الخارجية معمول فيها ايه؟ البلازا الخارجية هنا بيتعمل فيها شو، بيتعمل فيها فيستيفال كل اسبوع، حد يرقص، بند يغني، حاجة يكون فيها رقص استعراضي، كاريوكي، الكلام ده كله. وبتجمع برضو ما بين 5 حضارات. ايه ال 5 حضارات دول؟ زي مثلا حضارة اليونان، بتبدأ من اول حضارة اليونان، في حاجة اسمها الاجورا. الاجورا ده عبارة عن سنترال بابليك سبيس، مكان الناس تقدر تتجمع فيه، بتعمل فيه فيستيفالز قوميه. طبعا بلاقي طول ما انا ماشي هنا او هنا الحاجات المعبره عن اليونان، يعني اليونان معروفه مثلا باللون الابيض واللون الازرق، فبلاقي ان الارضيه كلها هنا وهنا بره الاوت دور اهو كلها ابيض وازرق الناس بتمشي عليها. وفي طبعا لوكابس عشان يتصوروا معاها اشكال شكل البيوت اللي موجوده في اليونان بالشكل المتدرج بتاعهم والحاجات المشهوره فيها. بخلص حضاره اليونان بدخل على حضاره ايطاليا. طول ما انا ماشي في الهولي دوك ده بدخل من حضاره للتانيه، 5 حضارات في العالم بجمع ما بينهم. وبعد ما بخلص حضاره ايطاليا بدخل على حضاره اليابان، يعني مثلا بلاقي ساكورا ستريت. ساكورا ستريت ده مكان بيكون موجود فيه نوع شجر معين بيطلع في موسم معين، الورق بتاعه بيبقى عبارة كده عن لون بينك أو عبارة عن لون روز، بيتعمل فيه برضو الفيستيفالز القومية. بخلص الحضارة دي بدخل بقى على حضارة الهند. حضارة الهند مشهورة بالأبواب الكبيرة جدا والمرتفعة، فهلاقي جيت كبيرة كده مكتوب عليها الهند او انديان جيت. اوكي، بندخل منها بنتصور برضو مع كل الحاجات دي، وبتختم بالحضارة المصرية. هلاقي الكلام ده كله فين؟ هلاقيه في البروشور اللي احنا كنا فاتحينه في الاول، اللي هو ده اهو. البروشور ده برضو حضرتك هتلاقيه من ضمن الماتيريالز اللي اتبعتت، عشان لو عايزين نشوفه بشكل اكتر او بشكل موضح اكتر. موجود فيه طبعا كل الخدمات اللي موجودة، سواء التجاري سواء الإداري اللي احنا هنشرحها دلوقتي ونتكلم عليها. بنختم بالحضارة المصرية. نطلع الدور الأول. الدور الأول كله حاجات محلات الشوبينج ومحلات الريتيل، الزارا، بولامبير، برشكا. في الكوريدور بقى معمول حاجة حلوة قوي عشان يخدم على الدور الأول والناس تطلعه، معمول حاجة اسمها امبريال جانجلز. امبريال جانجلز دي بتبقى عبارة عن أشجار في الكوريدور، وبيبقى موجود جنبها زي بحيرات. البحيرات دي ناس تطلع تتصور معاها العوائل، وهيكون في برضو حيوانات حقيقية اللي ينفع تيجي في التاور، هنجيبها الحيوانات الحقيقية اللي هتنفع تنزل من غير ما تعمل أي، يعني من غير ما يكون ليها أي مشاكل ولا أي حاجة أو خطورة على الناس، هنجيبها. بنطلع بعد كده للدور الثاني. الدور الثاني كله البراندز بتاعت المطاعم اهو. ده تصور للفود كورت. في الدور الثاني بلاقي عندي كل المحلات دي معاها اوت دورز وان دورز، سواء اوت دورز على البلازات الخارجيه او الشوارع الرئيسيه، وبلاقي برضو اوت دور على البلازا الداخليه والمحلات اهي اللي هي لونها بيربل. الارضيه كلها بتاعت الفود كورت مميزه معموله اكواريوم. بطلع بعد كده للدور الثالث. الثالث من هنا بقى بيبدأ معايا الإداري. الدور الإداري كل دور إداري موجود فيه ميتنج روم للاجتماعات، طبعا أي حد محتاجها بينسق مع الشركة بتاعت الإدارة اللي هي شركة نماء، بالخدمات طبعا اللي معمولة في كل دور إداري زي التويلتس، زي الجزء اللي هو بتاع الكوفي كورنر، حد من الموظفين عايز يشرب حاجة، قهوة، شاي، الكلام ده كله قبل ما يدخل للميتنج بيشربه، وبعد كده بيدخل الميتنج بتاعه. بعد كده ببص بلاقي عندي المطعم الطائر. ده من اهم الحاجات المميزه لايست تاور لانه ما اتعملش قبل كده في مصر كلها، فدي حاجه برضو من الحاجات السبيشال المعموله بتخدم على التاور كله. المطعم الطائر ده الارضيه بتاعته كلها ازاز، طبعا واجهته برضو كلها ازاز على كل حاجه في العاصمه الاداريه بقى كشفاه من فوق، لان هو في دور مرتفع في دور 33. فوقيه سويمنج بول بيخدم برضو على كل التاور وقعدات،